بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام مرة أخرى إلى فقرة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب يليغ إي كومبخوندغ. طبعا كنا قد وصلنا في آخر مرة إلى هذا الصوت اللي هو صوت أون، لو سون أون كما رأينا، طبعا يكتب بأو أن وليس بأن أو، يعني يكون بهذا الترتيب أو أن. إذا ننطقه أون كما ذكرنا. طبعا رأينا بأن بعض الكتابات الأخرى أن تأتي بهذا الصوت، مثلا أو أم أحيانا تنطق أون، كما في كلمة لومبر لومبر مثلا، أو مثلا كلمة طومبي، أو مثلا كلمة طومبي، أو بيا طومبي، أو بيا سو طومبي، إلى غير ذلك. ثم رأينا هذه الأصوات أو زاد في بعض الكلمات أنها تنطق أي في آخر الكلمة، مثلا كما هو في حال أفعال، مثلا عندما نصرف الفعل في زمن لو بريزون مع فو نقول فو فيني فو فيني فو فيني، أنتم تأتون، أو مثلا نقول فو مانجي أنتم تأكلون، أو نقول مثلا فو بارلي أنتم تتكلمون. أو عند تصريف الأفعال يعني مع فو تقريبا في زمان لامبيراتيف في زمان الأمر، كما عندنا هنا فيني تعالوا، أو مثلا بارلي تكلموا، أو مثلا مانجي إذن كلوا، إلى غير ذلك. مثلا في بعض الكلمات أيضا، مثلا كلمة الشاي يعني عند جو سوي شي ما مير، جو سوي شي ما طونت مثلا، أنا عند خالتي أو عند عمتي. إذن الشاي عندنا سي اش او زد، إذن او زد تنطق كأي. أو مثلا كلمة رونديفو 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 موعد موعد، عندي موعد عند الطبيب مثلا، جي ان رونديفو شي ان ميدسان، إذن هاد او زد تنطق أي. في بعض الكلمات أيضا عندنا او اس تنطق أي، كما رأينا فيما سبق، مثلا لي، مثلا كلمة دي دي، إلى غير ذلك. طبعا انتهينا مع هذه الفقرات. طبعا سننتقل في هذه الفقرات إلى هذه الأحرف وهاد الأصوات. إذن طبعا سنرى بأن الصي أحيانا تنطق كأس، كما لو أن الصي تساوي أس. إذن عندنا الصي ثم عندنا أس. طبعا الصي تساوي أس عندما تكون متبوعة بأ، عندما تكون متبوعة بإي، عندما تكون متبوعة بإيغريك، إلى غير ذلك. عندنا سو سو سي، في الحالة سي لا تنطق ككا. طبعا ممكن أن سي تنطق ككا إذا كانت مثلا إذا كانت متبوعة بأ، مثلا نقول أن كاميون يعني شاحنة، أن كاميون، نقول مثلا أن كاميون أن كاميون. إذن طبعا سي أ تنطق ك. عندما تكون متبوعة بأو مثلا نقول مثلا كومون يعني كيف، كومون كيف، إذن عندنا سي أو تنطق كو. أو نقول مثلا كومونتير كومونتير يعني تعليق، إذن سي أو تنطق أو عندما تكون سي متبوعة بأحرف أخرى من غير هاد أ أو إي أو إيغايك مثلا، إذن لا تنطق كأس. إذن كما عندنا هنا فواتو سي جولي موطون، فواتو سي جولي موطون، غوكاردي سيغ ليماج كيسكونا، أون دو فيات كي جو أفيك دو جولي موطون، فواتو سي جولي موطون، هل رأيت هذين الخروفين الجميلين أو هذه الخرفان الجميلة؟ إذن فواتو سي، عندنا سي أو تنطق كأس كما تلاحظوا. إذن لم نقل هنا كي بل قلنا سي، فواتو فواتو أو إي تنطق و
كما رأينا فيما سبق. إذن قبل هافي سننطق فوا، طبعا هاد اس لا تنطق لأن هذا لو فيغ فواغ مصرف في البريزون، مصرف في البريزون، نقول تي فوا أنت ترى. طبعا لو فيغ فواغ إلا رجعنا للجدول ديال الصرف غنلقاوه جو فوا تي فوا إيل فوا إيل فوا نو فويون فو فويي إيل فوا، إذن هم يرون. إذن فواتي هنا تنقلبو الفعل مع لو سوجي باش يولي عندنا سؤال. نقول تي فوا سي جو لي موطون، أنت ترى هذين الخروفين جميلين. تي فوا سي جو لي موطون، أنت ترى هذين الخروفين جميلين. طبعا ممكن نترك الجملة كما هي، طبعا ممكن نترك الجملة كما هي بدون قلب، بدون قلب هاد الفعل مع لو سوجي ونغير الصوت. نقول تي فوا سي جو لي موطون، تي فوا سي جو لي موطون، أنت ترى هاد الخروفين الجميلين. نغير فقط الصوت فيصبح سؤال. لكن عندما نقلب لو سوجي مع لو فيرب هنا تنزيد نأكد السؤال، كما لو أننا تنزيد نوضح السؤال أكثر. فواتي سي جو لي موطون، أترى هذين الخروفين الجميلين. ثم عندنا سو لوي سي، سو لوي سي، سو لوي سي تنقولو شي حاجة قريبة، هذا بحال تنقولو هذا سو لوي سي، هذا الذي بحال تنقولو قريب، هذا اللي من هنا، هذا اللي من هنا سو لوي سي، سو لوي لا بحال تنقولو هذاك اللي من لهيه سو لوي لا، سو لوي سي سو لوي لا. إذا عندنا سو لوي عندنا سي أو تنطق كأس كما تلاحظوا. طبعا أيضا إي إي تنطق وي وي كما عندنا هنا أيضا. طبعا سي تنقولو فواسي، فواسي كما نقول انظر هنا. طبعا هي أصلا لا تتعني هنا كما رأينا فيما سبق، تنقولو جو سوي لا، نقول جو سوي لا أنا هنا. على كل حال هي على حساب الكلمات المتعارف عليه في اللغة الفرنسية. سولوي سي يعني اللي من هنا، سولوي لا اللي من ليه، هذه تنقولها لشي حاجة قريبة، هذه تنقولها لشي حاجة اللي بعيدة شيئا ما. فواتي سي جو لي موطون، سولوي سي سولوي لا، لو موطون دو لي سي، لو موطون دو مينا. إذن اللي من هنا واللي من ليه خروف لي سي وخروف مينا. طبعا على التتابع سولوي سي هاد الاولى، سولوي سي اللي من هنا، لو موطون دو لي سي. طبعا كما تلاحظوا كلمه لي سي، اذا هاد البنت مثلا اسمها لي سي، باقي الخروف ديالها، هادي شاده الخروف ديالها، هاد الخروف اكيد هو ديال هاد البنت، اذا هذه لي سي، فوالا سي لي سي. اذا طبعا كلمه لي سي كما تلاحظوا عندنا سي اي، سي اي تنطق سي كما لو عندنا اس. لو موطون دو لي سي، لو موطون دو مينا، لو موطون كما تلاحظوا او اي تنطق او، او اما او ان تنطق او كما راينا. لو موطون دو لي سي، لو موطون دو مينا. اذا عندنا سو سو سي سي، طبعا سي او تنطق كاس او، سي اي تنطق كاس اي، سو سو سي سي. اذا عندنا هنا لي سي بريت موا سو جولي موطون، لي سي بريت موا، بريت سي لو فيرب بريتي، بريت موا بريتي يعني سلف، بريت موا سلفيني، سلفيني يعني اقرضيني، اقرضيني سو جولي موطون، اقرضيني هاد الخروف الجميل. إذن مينا تقول لليسي، مينا اقرضيني هاد الخروف الجميل، ليسي بخيط موا سو جولي موطون. إذن عندنا ليسي سي بخيط موا، بخيط موا سو جولي، سو سو هذا جولي موطون. Après on a des mots avec ce, si, c'est, c'est, c'est. طبعا عندنا ce وعندنا si. ممكن نجد ce
وممكن نجد سي. ثم عندنا سي تنطق كسي، اكسون ايغو تنطق ك او اس كما راينا. اذا هذه كلمه من هذه الكلمات اللي تتكون فيها او اس تنطق اي. اذا سي سي. ثم عندنا هذا سي، هذه في الحقيقه ديالها سو اي، هذا هو. نقول مثلا سي احمد، انه احمد. ولكن مادام هاد سو عندها هاد او، اي عندها او تنحذف الاولى حتى تسهل في النطق، لا يمكن ان نقول سو اي. طبعا اي هذه ديال اتر كما راينا فيما سبق، اذا اي هذه ديال اتر. وكما ذكرنا في بدايه الكتاب تقريبا ان او اس تي كما عندنا هنا ان تتعني الصرف ديال اتر. نقول جو سوي، تو اي، ايلي، هذيك اي هي هذه. في بعض الحالات الاخرى طبعا ممكن تعني است، است يعني الشرق. طبعا من خلال الجمله غنعرفوها واش است ولا اتر. مثلا نقول جو مو ديريج فيغ لاست، انا اتجه طبعا ما غنقولوش الى اتر، اذا المقصود بها انا اتجه الى الشرق. Il se dirige vers l'est. Vers l'est. إذن هو يتجه نحو الشرق. أو نقول مثلا l'est et l'ouest، يعني الشرق والغرب. إذن بين. أما هنا طبعا المقصود بها être. إذن نقول هنا سي، إنه. إذن عندنا هنا ce joli mouton. Prête-moi ce joli mouton. إذن ce يعني هذا. جولي جميل، موطون خروف، هذا الخروف الجميل. سو جولي موطون. ثم تخاس ان غون، تخاس بيان سور سي لو فيرب تخاسي، سي لو فيرب تخاسي. تنقولو حتى بالدارجة، تنقولو تراسي واحد الخط. تراسي يعني انك تخطط، انك تخط. اذا تخاس ان غون يعني ارسم دائرة. رأينا فيما سبق كلمة غون ممكن تعني دائرة كما عندنا هنا، وممكن هاد غون، ممكن كلمة غون تأتي كأدجكتيف، تأتي كأدجكتيف كما رأينا، كما رأينا فيما سبق لو دومينو اي غون. هل لعبة الدومينو أنها دائرية؟ إذن هل طبعا هنا غون ماشي هو دائرة، هي دائرية. إذن هنا عندنا أدجيكتيف تنوصف هذه بأنها دائرية، وصف هذا. لكن هنا عندنا تخاس أن غون، عندنا أن غون. طبعا أدجيكتيف ما غنديروش قدامو هاد أن، أدجيكتيف ما غنعملوش قدامو أن. لو دومينو أن غون، تخاس أن غون، ارسم دائرة. ثم فا أتا بلاس، طبعا كلمة بلاس أو تخاس أن تكتب هاد سي أو ولا تكتب إس أو. طبعا إذا كتبنا هنا إس أو ستقرأ بلاز، بلاز. علاش؟ ما غتبقاش عندنا هاد إس أو خدامة، لأن هاد إس في هاد الحالة غتولي بين أو وبين أ. وكما ذكرنا بأن إس إلا جات بين دو فويال تتنطق كزاد، إلا بغينا ننطقوها كإس خاصنا نزيدو لها إس أخرى. إلا ما كانتش تتوجد بين دو فويال في هذه الحالة تنطق كأس. إذا فا أتا بلاس، اذهب إلى مكانك. فا عندنا هنا لو فيرب ألي، عندنا لو فيرب ألي كونجوغي أ لامبيغاتيف، تنقولو فا ألون ألي، هذا هو الصرف ديال الفعل ألي في لامبيغاتيف. فا يعني اذهب، ألون فلنذهب، ألي فلتذهبوا. عندنا ثلاثة الأشكال ديال الصرف طبعا في لامبيغاتيف ديال أي فعل. تنأمرو واحد قدامنا تنقولو له افعل، تنأمرو أنفسنا والناس اللي معنا تنقولو يلا نديرو هاد الحاجة، أو تنأمرو واحد المجموعة ديال الأشخاص أمامنا تنقولو لهم افعلوا كذا، نقول لهم افعلوا كذا. هنا تنعطيو الأمر لشخص أمامنا سواء كان أنثى أو ذكر، نقول له فا أتا بلاس، اذهب إلى مكانك. ممكن نقول ألون أنو بلاس، ألون أنو بلاس، فلنذهب
إلى أمكنتنا مثلا. allons à nos places. إذن فلنذهب إلى أمكنتنا. ممكن نقول allez à vos places. اذهبوا إلى أمكنتكم. إذن هذا هو صرف فعل allez في الامبيراتيف، ماشي بحال لو بريزون تيكونوا في الضمائر اكثر. ثم عندنا سي، إذن كما قلنا الآن سو باغ اكزومبل سو جولي موطون تخاص ان رون تخاص ان رون فا اتا بلاس فا اتا بلاس. ابخي اون ديمو افيك سي، بعدا عندنا كلمات بسي مثلا لو سينما. لو سينما ممكن لو اننا عوضنا هاد سي بهاد سي غتكون عندنا اس ثم عندنا اي. طبعا ممكن نطقوها سينما حتى لو وضعنا هذه، لكن كلمه سينما انها تكتب سي، تكتب سي اي ولا تكتب اس اي. كلمه سينما طبعا تكتب سي اي ولا تكتب اس اي. إذن لو سينما إيسي هنا، إيسي هنا نقول مثلا لشخص فيان إيسي تعال هنا. فواسي كما ذكرنا قبل قليل كما نقول انظر هنا، المقصود بها هذا. نقول مثلا فواسي أن جولي موطون، ها هو خروف جميل. فواسي أن جولي موطون. إذن لو سينما إيسي، فواسي لو سيترون. Regardez ici, c'est le citron. C'est le citron. Donc le dirigeant, citron. Et donc, c'est le citron. Tout le monde a celui-ci. Celui-ci. Celui-ci, voilà. Celui-ci est le mouton de l'ici. Et donc, l'imanana, avec charouf l'ici. Et donc, on a dit celui-ci. إذا داك اللي من هنا أو داك اللي قريب. أونسويت أون ديمو أفيك سي، سي تنطق بنفس الطريقة، لكن كل كتابة عندها معنى. إل أتخاسي، إذا هاد السي جات بحال هنا إل أتخاسي. طبعا تخاسي كما ذكرنا قبل قليل سي لو فيرب تخاسي. هنا جا في الأمر، هذا فعل تخاسي. كما نقول فعل رسم، طبعا كاين فعل ديسيني، ديسيني يعني رسامة، ولكن هذاك تعني أنك ترسم شكل معين مدقق. جو ديسين أن سيترون، أنا أرسم ليمونة، أنا أرسم ليمونة. ولكن ميمكنش نقول جو تخاس أن سيترون. تخاس تكون في غير رسم عادي، يعني في غير أنك تخطط، أنك تخطط. إذا كاين فرق بين فعل تخاسي وبين فعل ديسيني. إذن إلى تخاسي أن رون، إذن هو خطط كما نقول أن رون دائرة. تخاسي كما قلنا الآن سالوغاب تخاسي، ولكن هنا كما تنشوفو أنه مصرف مع لوكسيليار أفواغ أو بخيزون. هاد لوكسيليار صرفناه في البخيزون، نقول جي تيا إل أ، إل أ تخاسي. إذن هو رسم. إذن هنا حصلنا على لو باسي كومبوزي دي فيرب تخاسي ببساطة. إذن هنا لو باسي كومبوزي الخاص بفعل تخاسي، نقول جي تخاسي أنا رسمت أو خططت. جي تخاسي تي تخاسي إلا تخاسي نو زافون تخاسي فو زافي تخاسي إلزون تخاسي، يعني هم رسموا، هم رسموا أو خططوا. إذن إلا تخاسي أن رون، إذن هو خطط دائرة. سي دومينو سون أموا، سي دومينو هذه الدومينوات. طبعا هاد سي هي أداة إشارة، سي نقول سو للمفرد، نقول سي للجمع. سي دومينو هاد الدومينوات سون تاموا هي لي، سون تاموا إنهم لي. سي دومينو سي دومينو سي دومينو سون سون أموا سونت أموا سونت أموا. تنديرو لاليزون هاطي بحال تتقلم هادي، لاليزون يعني الربط، تتولي بحال كلمة وحدة سونت أموا إنهم لي. إلا تخاسي أن رون
سي دومينو سونت اموا. ثم عندنا سي، اذا كما ذكرنا فيما سابق تتعني انه او كما عندنا هنا انني، سي موا انه انا، سي موا انه انا. ممكن انك تدق يقول لك شي واحد شكون، تقول له سي موا انه انا، او نقول سوني با موا. شي واحد يقول لك واش عملتي هذا الامر، تقول له سوني با موا لست انا. اذا نفس هذه سي موا، سي موا انه انا، غير هذه سو، سو مع اي كما ذكرنا قبل قليل، تنحيدوا هاد او تنوضعوا ابوستروف باش ما يتلاقاوش لينا دو فويال، تتصعب شيئا ما في النطق. هنا هاد سو ما قدامهاش او، قدامها ان، سو سي، سو اي. طبعا نقول سو اي تنحذفو هادي تنوضعو ابوستروف تنقولو سي. عندما نقول سو ثم اي ثم موا، اذا سو ني با، سو ني با موا، لست انا. اذا اللي كانت الاولى سي موا انه انا، زدنا لا نيغاسيون اللي هي هذه. طبعا نفس الطريقه كانت عندنا، عندنا نو في الحقيقه لا نيغاسيون تتكون فيها نو با، في الحقيقه لا نيغاسيون تتكون فيها نو با، ولكن ايضا هاد اي مبدوء بان فويال، نو عندها فويال في الاخر، نحذفوها نوضعو بوستروف. اذا نقول سو ني با موا، بدل ان نقول مثلا سو نو اي با موا، اذا غتجي في النطق شيئا ما صعبة. إذا نحذف هاد أو ونضع أبوستخوف كما قلنا، إذا نقول سو ني با موا لست أنا. إذا كما عندنا هنا سي موا إنه أنا، إنه أنا الذي قمت بهذا الفعل، أو إنه أنا الموجود هنا، سي موا كي طلع، إنه أنا الذي كنت هنا، أو مثلا سي موا كي يافيسا، سي موا كي يافيسا، أنا الذي فعلت هذا. أو نقول سو ني با موا، سو ني با موا كي افي سا، لست انا الذي فعلت هذا. او نقول سي لوي انه هو، سي لوي كي افي سا، انه هو الذي فعل هذا. اذا كما تلاحظوا هاد السي كيفاش يمكننا نستعملوها، سي لوي كي طلع، سي لوي كي طلع، انه هو الذي كان هنا. او مثلا سي لوي كي فا ا لا فيل، سي لوي كي فا ا لا فيل، الى غير ذلك. إذا كما قلنا الآن سون جولي موطون تخاس أن غون، فا أتا بلاس، فا أتا بلاس، سي لو سينما، إيسي فواسي لو سيترون، سولوي سي، سي سي، إلا تخاسي أن غون، إلا تخاسي أن غون، سي دومينو سونت أموا، سي دومينو سونت أموا، سي دومينو سونت أموا، سي سي موا سوني با موا سي لوي. إذا نستأنف في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.